اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاحبه، نلتقيكم بحلقه جديده من برنامج استوديو الناس على قناه الفلوجه الفضائيه لنتابع اخر المستجدات واهم معاناه المواطنين في الكثير من القطاعات والميادين، كذلك الكثير من العقبات والمشكلات اللي يواجهها الكثير من المواطنين في المجتمع. لذلك نسلط الضوء عليها من خلال حلقاتنا في الكثير من المواضيع المختلفه، واليوم من المواضيع المهمه ايضا التي ربما أدت في تراجع الاقتصاد في البلد وتراجع تقدم هذا البلد. نتابع اليوم موضوعنا المشاريع الوهمية في البلد والفساد. إذن مشاهدينا الأحبة، من جديد نواصل معكم حلقتنا لهذا اليوم، وللتواصل وإعطاء الرأي أكيد من خلال حلقة تقدرون تتابعون أرقامنا ظاهرة أسفل الشاشة وتعطون رأيكم من خلال حلقتنا عن تفاصيل كثيرة ممكن البعض يعرفها عن تأخر وتلكؤ الكثير من المشاريع الوهمية وربما الفساد المستشري الذي أدى إلى تلكؤ وتأخير هذه المشاريع. طبعا أكيد أرقامنا ظهر أسفل الشاشة، تقدرون تعطون رأيكم بهذا الأمر، وكل شخص يقدر يطرح سواء كان في منطقته مثلا هناك مشروع معين متأخر صار لسنوات كثيرة، ممكن يقدر يعني يعرفنا عن تفاصيل أكثر إذا كان هو متواجد بهذه المنطقة، أكيد على علم بمعلومات عن أسباب التأخير. ربما طبعا يعني تعاني أغلب محافظات العراق وبغداد منذ عام 2003 من تلكؤ وتأخير الكثير من المشاريع في تنفيذها، وطبعا أرقام وأحصائيات كثيرة ومتعددة، والأسباب احنا نعرفها كثيرة، ربما يكون أولها هو الفساد، الفساد المستشري للأسف الذي ينخر في مؤسسات الدولة في الكثير من القطاعات، اللي ربما طبعا المؤسسات الحكومية اللي تتحاول أنه تحد من ظاهرة انتشار هذا الفساد، وبسببه تصير هذه المشاريع الوهمية. فللأسف يعني هناك أسباب كثيرة، منها الضعف في الشركات المنفذة أو الخلل وفشل بعض المقاولين في التنفيذ، وربما أيضا الفساد الإداري والمالي وغيرها من المسببات اللي تخلي هذه المشاريع ما تتم على أرض الواقع. طبعا يعني دائما تعلن الكثير من الحكومات عن مشاريع جديدة وسيتم تنفيذها ووعود كثيرة، وبالتالي تتم هذه المشاريع فعلا، يعني هناك خطط استراتيجية توضع وتتم هذه المشاريع ويتم الاحتفال بوضع الخطوط الأولى، ويعني بالتالي يتم الاحتفال أيضا بهذا المشروع والافتتاح وغيرها، لكن بعدها للأسف يتم الإهمال وربما تنسى هذه المشاريع ولا تتم على أرض الواقع، مجرد بس يوضعون حجر الأساس وبعدها تنسى هذه المشاريع. طيب شنو الأسباب؟ شنو أسباب فقط وضع حجر الأساس وبعدها التلكؤ هذا اللي يصير والتأخير؟ لماذا لا تتم هناك متابعة مستمرة من قبل لجان ورقابات، وأيضا يعني متابعة للأعمال المسؤولين على هذه المشاريع والشركات اللي تنفذ هذه المشاريع؟ من المفروض أن تكون هناك قوانين فعالة من أجل الحد من ظاهرة المشاريع الوهمية وكذلك التأخير المشاريع اللي تم التخطيط لها مسبقا. طبعا يعني هناك الكثير من المشاريع اللي يتم النظر إلها، طبعا بالكثير من القطاعات لو نتحدث عن تلكؤ المشاريع في قطاعات التعليم والصحة، ويعني المدارس كثيرة إلى الآن هناك وعود بتنفيذها في الكثير من المحافظات ولم تتم بناء هذه المدارس، وما زلنا إلى الآن نعاني والأطفال يعانون من قلة المدارس. كذلك في قطاعات الصحة إلى الآن نحتاج إلى مستشفيات جديدة لأن القديمة صارت متهالكة جدا، والبنى التحتية جدا متهالكة لتحمل الأعداد الهائلة من الأمراض، ويعني أمراض مختلفة طبعا رح نتناولها بالحلقات القادمة عن الأمراض المستشرية الجديدة إن شاء الله. كذلك أيضا يعني في قطاعات أخرى، يعني أيضا منها المجمعات السكنية والجسور وغيرها من المباني المفروض تكون
هناك خطط توضع من أجل يعني تكملة هذه المشاريع. للأسف لم تتم هذه المشاريع على أرض الواقع، طبعا عدا بعض المشاريع اللي هي تم إنجازها حتى يعني تحسب لبعض المسؤولين. بالتالي يعني نقدر نقول أكو ناس دا تشتغل صح، بس للأسف قليلة جدا يعني، وهي دون المستوى المطلوب يعني الضرر اللي صاير بهذا البلد بسبب الحروب اللي صارت. لذلك نحتاج إلى يعني الكثير من الجهود من أجل إعطاء أكثر يعني نتائج إيجابية لهذه المشاريع وتنفيذها. طبعا خلي مشاهدينا نتابع هذا التقرير وراجعين. أكثر من 7000 مشروع متلكئ وقيد التنفيذ أحصتها وزارة التخطيط، إذ وزعت هذه المشاريع على قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والخدمات. مجموع كلفتها الحالية تزيد على 276 تريليون دينار لإنجازها، وتم اتخاذ بعض المعالجات لهذه المشاريع وتقليص كلفتها الحالية. الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الأخرى أكدت أن الماضي بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يضم تحريك عدد كبير للمشاريع، فضلا عن تنشيط القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والاستثمارية بتوظيف الفائضة المتحقق بزيادة أسعار النفط بمجالات تخدم الحاجة الفعلية وتحول بوصلة الاقتصاد إلى الجوانب التنموية. وفي خطوات استباقية تجريها الحكومة الحالية لمتابعة أبواب الصرف للموازنة المالية لعام 2023 ومتابعة التخصيصات للمشاريع الخدمية والاستثمارية في البرنامج الوزاري للحد من الصفقات الوهمية والفساد الذي كان يلازم جميع الموازنات السابقة، ويتابع البرلمان من خلال لجنة التخطيط النيابية آلية اتفاق الأموال المتخصصة للمشاريع المختلفة ونسب إنجازها باستمرار، إلى جانب دعوات المراقبين لتفعيل عملية الحسابات الختامية بشكل سنوي، وجرت العادة مع بداية كل موازنة مالية للبلاد، إذ تتسابق الأحزاب إلى حجز حصتها منها، وذلك عن طريق الاستثمار وصفقات الفساد والمشاريع الوهمية كما حدث في الحكومات المتعاقبة. فهل سوف تستطيع الحكومة الحالية أن تجعل هذه المشاريع أن ترى النور، أم أن هناك حلولا أخرى؟ إذن أمل المواطن أن ترى هذه المشاريع النور حسب التصريحات الكثيرة أن هذه الحكومة الجديدة هي حكومة الإنجازات، والمفروض تتم هناك بناء وأعمار وتطور وخدمات للمواطنين وتوفير الكثير من المشاريع المهمة في هذا البلد لتطور أكثر. طبعا يعني حسب يعني ما يتم تداولها أن هناك الكثير من المشاريع التي لم تنجز لأسباب متعددة، منها ربما الخلل يكون من قبل المقاولين، كذلك الشركات المنفذة، وأيضا للأسف تمنح هذه المشاريع لأشخاص ولشركات تكون تكلفتها أقل من المطلوب. يعني الدراسة تكون شكل والتطبيق يكون شكل، حتى تكون التكاليف أقل للأسف. يعني هنا ما ينظرون لجودة الموارد، لجودة الأدوات والمشروع بأكمله. يعني المشكلة هنا تكمن في أن يكون المشروع أقل تكلفة وما ينظرون لجودة المشروع وأهميته وكيف ممكن أن يدوم هذا المشروع للأسف. لذلك هناك مشاريع تفشل في هذا البلد بسبب سوء الإدارة والتخطيط والكثير من الأمور اللي المفروض تكون أساسيات لنجاح المشاريع. طيب خلينا نتناول تفاصيل أكثر مع ضيفي اليوم الأستاذ شاكر الساعدي الناشط المدني. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، تحية طيبة لك ولقناتكم المحترمة ومشاهديها المحترمين الكريمة. أهلا وسهلا بك. بداية يعني تحدثنا عن تزايد المشاريع الوهمية في العراق بشكل كبير جدا، وتلكؤ الكثير من المشاريع وبأرقام وإحصائيات كثيرة جدا، برأيك ما هي الأسباب؟ في البداية أختي الكريمة، العراق عاش كثير من المشاريع، يعني عانى من كثير من المشاريع الوهمية بعد الغزو الأمريكي عام 2003 التي تسبب بخسائر مليارات دولارات،
وذلك نتيجة استيلاء بعض اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع، حيث هذه المشاريع الوهمية التي تنفق أموالها لكن لا يوجد لها أثر على الأرض، مجرد حبر على ورق. وكيف القضاء على هذه الحالة؟ حيث قبل أيام صرحت وزارة التخطيط أن هناك 7000 مشروع في العراق ونسبة إنجاز مختلفة، وهناك أيضا 73 مستشفى متلكئ وأيضا 16 مستشفى، هذه درجة بالموازنة. هل الأغلب هاي المشاريع متوقفة ومتلكئة؟ طيب هل الموازنة يعني أستاذ شاكر، هل الموازنة يعني سوف تكفي لهذه المشاريع، خصوصا مع التصريحات زيادة الرواتب للمتقاعدين وزيادة الرواتب للرعاية الاجتماعية، يعني ما أعرف على أساس أنه راح يتم الزيادة في 2024؟ طيب يعني هل ستكفي لتنفيذ هذه المشاريع؟ في البداية في سنة 2015 في أيام الأزمة المالية توقفت تلك المشاريع القرار يسمى 347 اللي موزع على مختلف القطاعات، لكن الآن الموازنة الآن حاليا هي هائلة من مشاريع من قطاع خاص وقطاع عام ومشاريع تنموية أيضا. نعم. تكفي هذه المشاريع، لكن سبب هذه المشاريع تلكؤها وعدم المشي بخطوات واثقة أو إكمالها يعود بسبب الفساد، وهذا الفساد اللي هي آفة من آفات اللي يعاني منها الشعب العراقي الآن. كيف القضاء على هذا الفساد هو تفعيل سياسة الترهيب والترغيب أخي الكريمة، ودور النزاهة هنا يجب أن يكون حازم دون دور النزاهة هنا. أستاذ شاكر، المشكلة هنا أنه الفساد منتشر ومستشري في أغلب القطاعات والمؤسسات الحكومية، فكيف ممكن المعالجة، خصوصا أنه هناك تصريحات حول معالجات يعني بعض الفساد في بعض المؤسسات، لكن يعني انتشارها بشكل كبير جدا، فألا من الصعب معالجتها؟ نعم، صعب الآن في العراق حاليا، يعني الآن في سنة 24 جدا صعب، لكن نرى من خلال شاشات التلفاز وغيرها أنه دولة رئيس الوزراء الآن مشاريع واضحة ومنجزة وأمر الواقع جاي نشاهدها. لكن مثل ما صرحت سابقا، هنا لازم دور النزاهة يجب أن يكون حازم، النزاهة اللي يجب أن تكون مستقلة لا تتبع لأي جهة سياسية لكي لا يكون هناك محاصصة، وتفعيل أيضا سياسة الترهيب والترغيب، أنه من جاء في من بلغ على رجل فاسد أو مدير فاسد هناك مبلغ مالي له، زائدا تفعيل دور الرقابة. طيب لماذا لا يكون هناك أو تكون هناك قوانين فعالة جدا للقضاء على الفساد؟ صعب جدا حاليا، يعني حتى بالتالي المواطن يخاف من فعل أي شيء ممكن يكون خارج عن القانون. نعم، لأن هنا المواطن هنا القانون لا يحميه، القانون الآن في العراق يحمي القوي فقط، فالمواطن الآن أصبح ضعيف أمام هذه الآفات التي تأكل. لذلك إذا صار فساد في بعض الشركات أو المؤسسات الحكومية، إذا مواطن هو نزيه ويريد يبلغ راح يخاف، لأن أكو من يكون أقوى منه، فإحنا هنا نطالب بأن يكون هناك تفعيل لقوانين لحماية المواطن حتى يقدر يبلغ على الأقل. نعم، هذا كلام واضح وصريح، وأنا بلغت يعني أكثر من مرة بلغت في رسالة واضحة لأحد السياسيين، بلغت أنه هذا اللي حاليا بالنسبة للقضاء. نعم. تفعيل أنه لماذا لا ينصف الفئة القليلة الفئة الضعيفة حاليا، لماذا ينصفون فقط اللي دورهم اللي هم آفة الفساد، هم حيتان الفساد ينصفوهم، لكن الفقير الآن أو المواطن حينما يأتي أو يقدم شكوى إلى أحد الفاسدين يسجن المواطن. طيب. والسياسي وغيرها الفاسد يخرج كما يقول المثل، مثل الشعر من العجين. طيب، بما أنه تحدثنا عن المشاريع، فأيضا أريد أتحدث عن المشاريع الصغيرة لبعض الشباب، هل هناك دعم من المؤسسات الحكومية للشباب لتنفيذ مشاريعها؟ حاليا أختي الكريمة، أنا قبل فترة ذكرت عدة نقاط، أنه هناك أكو مشاريع داعمة للشباب اللي هاي الخريجين والعاطلين العمل،
منها اولا انا عندي ثلاث نقاط اذا ممكن يعني اثرتل بيها. تفضل تفضل. النقطه الاولى هي القطاع الخاص، في بدايه هي وزاره الصناعه، حيث هناك معامل متعدده المجال متوقفه عن العمل، بحيث الموظفين في وزاره الصناعه يستلمون رواتب دون اي انتاج يذكر. نعم. انتاجيه لا توجد، معامل متوقفه وراتب مستمره في استلامها. في العراق هناك 5000 مصنع ومعمل متوقف، بحيث لو عيد تشغيل تلك المعامل او المصانع تم تصل كثير من البطاله. هاي كجانب القطاع الخاص. نعم. اما القطاع الثاني هو ازمه السكن، حيث العراق يحتاج الى 5 مليون وحده سكنيه. اذا فعل هذا القطاع يمكن امتصاص كل البطاله، حيث يشغل من 100 الى 120 جزئيه. وجزئيه مثل الحداده وجزئياتها والنجاره وغيرها، وكذلك ايدي عامله توفر من عامل بناء الى مهندس وغيرها. نعم. اما النقطه الثالثه مشاريع تنمويه، وهي الاهتمام بالزراعه. مهندسي الزراعه اعطاهم فرص، لان العراق الان اصبح يمر بمرحله جفاف. جفاف مقبل على مرحله جفاف من خلال ازمه مياه، وكان من المفروض ان الدوله هاي يعني تفعلها، انه تفعيل من هذه الحاله، انه تشجيع الباحثين وطلبه الهندسه على ابتكار مشاريع. نعم. تفعيل تقليل مثل ما يقول الحاله الطبيعيه، مثل تفعيل مشاريع تفعيل تقليل ازمه المياه. نعم. وغيرها. هناك الكثير من الطاقات الشبابيه اللي ممكن ان تستفاد منها المؤسسات الحكوميه، لكن ربما يكون هناك قله دعم للمشاريع اللي ممكن تنفذها هذه القطاعات. نعم، مثل اخت الكريمه، تعزيز التعليم والتدريب المهني، يعمل على تحسين نظام التعليم وتوفير تدريب للخريجين الشباب من الاستثمار الاجنبي. نعم. وتوفير بيئه ملائمه للاستثمار وجذب الشركات الاجنبيه، تقليل من هذه حاليا. اكيد اكيد. طيب ما دور المنظمات بهذا الشان؟ والله المنظمات يعني قبل قليل احد الاشخاص كان يتكلم معي بخصوص هذه الامور. نعم. فبلغني قال انه الفرق التطوعيه توجد الكثير من عندها، تطوعيه لا يوجد دعم من الدوله. هناك الكثير من الشباب. نعم. لا يوجد لهم دعم فرق تطوعية، مثل بناء توفير مدارس لإكساها أو يعني خلينا نقول يعني للتوضيح أكثر للمشاهد، شباب دا يشتغلون بدون ما يأخذون أي أموال من أو دعم من المؤسسات الحكومية، مجرد تطوع. نعم. من عندهم. لا ماديا ولا معنويا دعم من الدولة، وكان المفروض من الدولة أن تحتوي هذه الفرق التطوعية وتكريمهم وتشجيعهم لكي يحذو بقية الشباب حذوهم. يعني على الأقل على الأقل لو تكون بمبالغ بسيطة جدا لتشجيع وتحفيز هؤلاء الشباب اللي هم أساسا ضمن فئة البطالة، لذلك اليوم. نعم. هم لجأوا إلى أن يكونون ضمن فرق تطوعية. نعم نعم. طيب نرجع للمشاريع الوهمية وازدياد هذه المشاريع، برأيك ما هي الأسس الصحيحة التي يجب أن توضع لإنجاز مشاريع دون أن تدخل أو يدخل فيها الفساد؟ أختي الكريمة، في حال نجاح هذا المشروع وهو مشاريع ليست وهمية في العراق، هو أعطاها إلى مستثمرين. نعم. ولكن اشرط على المستثمر انه هناك الايدي العامله هم عراقيين. يعني الان شفنا احد المشاريع هنا اللي قريبه اللي على اللي في الكراده او مدخل اللي تسمى. نعم. حاليا غزه. نعم. هذا اللي الان شباب عراقيين، مهندسين عراقيين الان ابداوا في العمل، مجال عملهم. يعني. نعم. هذا المجال لازم اخلي ايدي العامل عراقي، لان هذا من تخرج ودرس وعمل، هذا طور من منهجيته، من ثقافته، فزاد من خلال. طيب برأيك لماذا تعطى هذه المشاريع لشركات أجنبية ودون الاعتماد على شركات محلية واستثمار والاستفادة من الأيادي العاملة العراقية؟ برأيك شنو السبب؟ ليش يفضلون الأجنبي على العراقي؟ هنا العراقي هنا رغم انه الاجنبي بده ياخذ مبالغ اكبر يعني. نعم، لكن هنا المستثمر او مثل
اليوم اليومية يقول المقاول العراقي هناك أحزاب داعمته من اليوم أن يريد ينفذ مشروع. نعم. هناك حصة لفلان جهة وحصة لجهة أخرى وحصة لغيرها، فيبقى قليل من المال، فهذا ما يوفر راح التاجية بالعمل وفره. نعم. فراح يخسر هذا المشروع، ولهذا يتجهون للشركات الأجنبية لغرض إكمال مشاريع. مثل الآن مثل ما نلاحظ الآن الشركة الأوكرانية قدمت مجال كلش مبدع وعمل رائع وإنجاز وسرعة. نعم. نعم، وبسبب بعض المشاريع المتلكئة اللي تكون تنفذها شركات أجنبية نشوف أنه بعض المشاريع للأسف تتوقف بسبب الفساد المستشري، لأن يتم اكتشاف هناك خلل إداري مالي وغيرها، فطبعا هذه الشركات ما رح تقبل تنفذ أو تتمم المشروع. نعم، أضرب لك مثال الكريمة، هناك احد اللي المشاريع تسمى الشركه الصينيه لانتاج النفط. نعم. هنا احتاجت الى 5000 ايدي عامله عراقيه. نعم. تدخلت الاحزاب فيما بينها وتوزعت في ظل المحافظه وغيرها وغيرها. نعم. بحيث الى الان من تاتين الى الشركه هاي فقط المسؤولين هم شركه صينيه، اما البقيه فالايدي العامله هاي هم تابعين الاحزاب، بحيث هذا له نسبه ربع وذاك له نسبه ربع. للأسف. والعراق الان العراقي الخريج واللي درس واللي تعب واللي اثمر جهوده هاي الاربع سنين اول خمسه اللي مثل ما يقول اهلهم تعبوا عليهم وقدموا الغالب والنفيس في سبيل ياخذون هاي الشهاده، الان اصبح جالس في البيت لا حول ولا قوه بسبب هاي اللي حاليا الاحزاب الفاسده. نعم. اللي عمت على العراق يعني هاي آفة يعني أكلت النحل واليابس. للأسف للأسف بعض الأحزاب للأسف بسبب هكذا أساليب يستخدموها خلت يعني سمعتهم غير جيدة بالنسبة للمواطن، ما يفضل أنه أي مشروع أو أي إنجاز يكون عن طريق هذه الأحزاب، لأن المواطن ما يستفاد شيء. لو كانت هناك مشاريع تنفذ عن طريقهم بشكل إيجابي بالعكس المواطن يدعمهم. يدعمهم ماديا ومعنويا اختي الكريمة. الان انا اليوم كشاب انا اليوم درست 4 سنوات وتخرجت، المفروض في الدولة ان تحتويني انه انا تعبت ولازم استثمر هاي الطاقة، وكل احنا نعرف انه اليوم الشاب عنده طاقة للعمل. نعم. الجهد لانه يفكر انه برا مستقبل برا زواج برا تكوين أسرة تكوين منزل أبسط أحلام. هذه أبسط الخدمات اللي المفروض تكون متوفرة. أبسط الخدمات. نعم. فكيف إذا قبل فترة خرج رئيس الوزراء يقول نأسف أننا لا نستطيع أن نعينهم، فهذا سوى إحباط عند الشاب العراقي أنه يقول أنه أنا باكر عقبه أتخرج، ولكن أين المهرب؟ أنا راح أبقى بالبيت ما أتجه للعمالة بالدارجة. نعم. فهذا إن معقول المفروض الدولة توفير فرص عمل واضحة، أنطيهم فرصة. أكو الكثير من القطاعات مثل ما ذكرنا سابقا فعل القطاع الصناعي. نعم. هناك معامل بالعراق. نعم. لماذا ما فعل معمل الاسمنت، معمل اللي الورق اللي في محافظة ميسان. نعم. معمل السكر غيرها هذه أيدي عاملة. ايضا بناء الاسكان حاليا العراق يحتاج الى الكثير من الوحدات السكنيه. صحيح. هاي من افعلها هذا المواطن من او الخريج او الطالب او الشاب من يتخرج اكو عمل اليه، تعال هاي وحده تدريبيه لمده شهر اربع على هالثقافه وهي احنا راح ندخل هيك موضوع توكل، فمن يستلم هذا انا متاكد انه راح يبدع وراح يبني مستقبل وراح يفكر للأبعد بعد، وزائدا يصير عنده حب العراق أكثر أكيد يعني راح تزداد عنده الروح الوطنية أكثر، خصوصا أنه إذا كانت هناك فعلا وعود يتم تنفيذها ومشاريع يتم تنفيذها. أنا أشكرك جدا ضيفي العزيز الأستاذ شاكر الساعدي الناشط المدني اليوم على إطرائك وتفاصيل اللي ذكرتها اليوم، من الممكن أن فعلا بلدنا يتطور في حال إذا تم هناك حلول كثيرة في خصوص المشاريع الوهمية، لأن هناك الكثير من المشاريع اللي ربما
لو تمت رح تقضي على جزء كبير من البطالة. وفعلا الكثير من الشباب اليوم تتم أحلامهم اللي هي أبسط خدمات المفروض توفرها المؤسسات الحكومية والجهات الحكومية إلى المواطن. نواصل معكم حديثنا اليوم عن هذا الموضوع بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الأحبة نواصل معكم بعد الفاصل مشوارنا لهذا اليوم والمشاريع الوهمية والفساد. مئات المشاريع الوهمية التي تقاضت الملايين من المبالغ بل المليارات، وللأسف لم ترى النور هذه المشاريع. فهل حقيقة عدم تنفيذ هذه المشاريع تعود إلى الخلل من المقاولين أم من الشركات المنفذة لهذه المشاريع التي تفرض على الدولة تنفيذ المشاريع بمبالغ قوية للأسف ولم تتم على أرض الواقع؟ المشكلة هنا الكثير من المشاريع الخدمية اللي ما زالت متلكئة إلى الآن وتراوح بمكانها. المواطن يطالب بتنفيذ هذه المشاريع لأن من حقه يعيش ببلد ينعم بخيرات كثيرة وهو ما مستفاد شيء، هو ينقص الكثير من الخدمات، قلة الرواتب، قلة الخدمات، بالإضافة إلى غلاء الأسعار، سوء المعيشة والفقر بإزدياد والبطالة بإزدياد. خلينا نشوف أيضا رأي المواطنين بهذا الموضوع. ويا اتصال أبو عمر من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا بك أبو عمر. بالنسبة للمشاريع الوهمية، نعم. ما أنا وأنتي، نعم. هذول الرؤوس القمم الجبال هم صاحبين المشاريع الوهمية، ولا أنا وأنتي حش قدرة بيج دائما اكو مال من هذا المشروع الفلاني بمن مرتبط بالفلاني. حيتان موجودين بهذا البلد مسيطرين على هذه المشاريع الوهميه في الوقت الحاضر. مو قبل قل الحق ولو كان مرا، لا مدحا ولا زمان. برايك ليش، شنو سبب انتشار هذه المشاريع الوهميه؟ طيب وجود هذا الحيتان معقوله الحكومات ما يخاف من الله يطلع ما يشاء؟ طيب الحكومات المتعاقبه كل حكومه تطلع تصرح بانه راح نقضي على الفساد وراح نقضي، يقولون ما لا يفعلون. يقولون اسال من عندك وزير الصحه، ما علينا احنا بالشخصيه اسمه، قبل لما صار وزير الصحه ورا فتره طلع قالوا ليش طلعت؟ لان الامور تعبانه كذا كذا كذا. زين انت ليش رجعت مره ثانيه والاسعس بالنسبه للمستشفيات؟ نعم. هي الشغله مثل ما واحد راح يشتري سمكه، انا راح اشتري سمكه، اول ما جيت اشتم ذيلها، قالوا تشتم ذيلها تشتم راسها؟ قالوا من الراس احنا منتهين، بس كنت شويه من الذيل موجود ما في ريحه. فبيت القصيد هي من القمة مليوسة. طيب برأيك والله شنو الحل؟ برأيك شنو الحل ممكن يكون حتى نتخلص من المشاريع الوهمية وعلى الأقل يتعالج موضوع الفساد؟ رأسنا تحاسد. وين عرب وين طنبورة؟ يا بنت الحل قولي لي هذا القبل شو ماكو كان مكان الشدمة كان؟ نعم كان واحد قبلك يلقي البرنامج. احنا قناه الفلوجه الفضائيه دائما تحب تتنوع بتقديم قناه الفلوجه سنه سنتين دائما عن بيئه. نعم. قبل كان يلقي مو كان في البرنامج؟ نعم. شو ماكو؟ أكيد موجود زميلي العزيز سلطان في محطة أخرى، كل التوفيق له. وبالتالي قناة الفلوجة دائما تحب تتنوع بتقديم البرامج وفي وجود المقدمين بمختلف يعني البرامج. أكيد شكرا لك أبو عمر، وحلو متابعتك واستفسارك عن مقدمي البرامج، شكرا لك. طيب ويانا اتصال آخر. جاسم من بغداد. يا أهلا وسهلا بك جاسم. شلون شخوتنا العزيزة؟ الحمد لله بخير بتواجدكم وباتصالاتكم أكيد، تفضل. عافية بنتي، عافية الوردة. الله يحفظك. طيب تفضل. اليوم حديثنا عن المشاريع الوهمية في البلد، برأيك ليش تنتشر وتزداد المشاريع الوهمية؟ والله يعني أنا أتمنى أحكي لك عن المشاريع الوهمية، بس أنا مو هي هذه هم الأصلي يعني. نعم. اي والله اذا بالنسبه صفت. للمشاريع هي القضيه اللي تخص الدوله. اللي تخص الدوله
تهتم بها الدولة، بس شغلة تخص المواطن بها لف ودوران وما تنجز المشروع بالصحيح. يعني مثل إذا شغلة بأزقة أو شوارع أو بنى تحتية، شغلات تخص المواطن ما تنضبط مضبوط. بس إذا شغلات تخص الحكومة مثل جسير مشروع رئيسي، لا هذا يصير مضبوط هذا ويتنفذ بوقت تقريبا قياسي، بس الشغلات تخص المواطن ما تنفذ. يعني انت اليوم، انت اليوم رايك انه الكثير من المشاريع اللي ممكن يستفاد منها او تستفاد منها الحكومه تتنفذ بوقت سريع، لكن اللي تفيد المواطن للاسف تتم ببطء او ممكن مماطله بها مماطله وتنخاذ من مقاول الى مقاول، ومن يعني واخير شيء يعني تصبح يعني متعدة. برأيك، برأيك شنو أكثر المشاريع الوهمية اللي دا تنتشر؟ نوعها شنو برأيك؟ إحنا وأنت تدرين يعني كلمة، كلمة وهمية إحنا ما حاضرين يعني على يعني هي هي بمعنى أصح أنه مشاريع يتم الوعود بتنفيذها ولم تتم على أرض الواقع، مشاريع متلكئة، مشاريع مجرد فقط حبر على ورق، دراسات عن عمل مشروع لكن ما يتم تنفيذه. هي هذه يعني هي موجوده والناس كلها جايه المسؤوله، بس انت ما تقدرين يعني ما تقدرين تفرضينها فرض تقولين انه هذا المشروع وهمي او ما انت ما عندك اوراق ولا عندك اوليات، انت مواطن عادي تريد تشوف شغلات على الارض لازم تنجز. طيب، طيب برايك الفساد المنتشر بقطاعات الدوله هو مو سبب رئيسي بمثل انتشارها يعني هذه الظواهر المشاريع الوهميه وغيرها؟ شلون ممكن نعالج الفساد برايك؟ هو لازم 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 هو هاي الشغلات تنعطي بايادي امينه وناس يعني مثل ما يقول ينخاذ عليهم مواثيق وعهود. اذا هي شغله اذا واحد يتمكن هو قبل، احنا قبل ما انت تتحدثين سبق وان تحدثوا كثير من الناس اللي متخصصين في هذا المجال يقولون ياخذون المقاول الفلوس يروح يفتحون شركات في الخارج، الفلوس كلها هذه ترصد للشركات هذيك الرئيسيه. نعم. بعدين تيجي هاي الشركة على أساس إنه هي شركة رصينة وهي ليست برصينة وهكذا تستمر العملية. فبهالحالة راح تروح الأموال أو تتمرمط وما ظل ما ظل ما ظل للمشروع أي قيمة للأسف. أو اهتمام. للأسف. شكراً هاي. شكراً لك أخ جاسم، شكراً لاتصالك ورأيك اليوم على هذا الموضوع. طبعاً يعني حسب تصريحات ودراسات كثيرة إنه أكثر من 7 مليون سبعة آلاف مشروع متلكئ وأغلبها للأسف بقطاعات خدمية طبعا، والمشاريع السكن تتصدر المرتبة الأولى من حيث قطاعات الفساد للأسف. وين اتصال؟ ألو أبو رعد من بغداد، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا أبو رعد. اهلا اختي، اهلا اهلا. الله يحفظك. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يحفظك اختي العزيزه. الخطا هو من الدوله، لانه المقاول من يجي يعطوه كل المبلغ اللي قدام، المفروض يخلي من عنده هو يبدي بالمشروع من عنده، اعطيه ربع المبلغ، اعطيه بعدين نص المبلغ، اعطيه ثلاث ارباع المبلغ، واعطيه كل المبلغ من يكمل المشروع. ذاك الوقت ما يقدر يتلاعب، بس يوم من ينطوه اياه كله راح يبيع المشروع اللي قدام، يبيع الواحد بثمن ارخص ويبيع الاخر بثمن ارخص، ولهذا المشروع هي المشكله هنا هنا المشكله انه شلون يقدر يبيع المشروع وشلون يقدر يتلاعب، خصوصا المفروض تكون اكو رقابات مشدده واكو قوانين فعاله المفروض يعني. ماكو شيء يبيع المشروع ولا حد يقول له ليش ولا حد يساله. على كل اختي عندني اهم عندي. الو نعم تفضل اسمعك. اي مو دي صوتي شو اسمه المحل 317. نعم. انا خابرت السيد القائم مقام وخابرت مدير البلديه، جو عندي قلت لهم بس ترقيح 5 شوارع 2 و4 و7 و9 و11، يعني انا ويت بلقيس باي منطقه على رؤوسهم ظل. نعم باي منطقه؟ منطقه الشعب حي التجار الشعب. اي نعم. فظليت واقف على رؤوسهم، سووا ترقيح شارعين نص نص، رحت سفره خارج العراق للعمره، لما جيت لقيتهم قالبين اثنينهم. بعدين اول ما جيت تبعتهم طلع مدير البلديه طارديه والاحزاب ماخذيها واللاخ ماخذيه. المهم اتصلت باللي شو اسمه المقاول. نعم. قال قلت له عندي شارع باقي طوله 100 متر وعرضه 10 امتار. نعم. تقريبا. نعم. قال اذا ترقيه 4 ملايين واذا
التبليط كامل 15 مليون. قلت له لا عمي ما اريد هالشغلات. طيب هسه هاي 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 الاربعه ولا 15؟ نعم. هاي على حساب المواطن على حساب الدوله شنو؟ على لا يردون على حساب المواطنين. تشوفين شلون؟ المهم وقت الانتخابات يا اختي المحل التجار والعقاري افتريت على اريد نائب مرشح على المنطقه بس انقل له وين يروح، اروح للبيتهم حتى يجي يبلطها. هسه نستنجد بالاخت العزيزه الله يبارك بها عايشه غزال المساري. نعم. هاي بطله تستاهل ان تكون مو بس نائبه. ناشدها من خلال فضائيتكم. نعم. تجي علينا تمر علي تعرفني هي وانا ما اجي المكتبه هوايه تبلطنا هذا الشارع، واكو شارع قاتل بالطشات يم ثانية بلقيس، شارع 37 بالعقار الاولى والتجار الاولى بمنطقه الشعب. يحتاج نعم نعم نعم، نعم. يحتاج الى جريدر وطلقه خفيفه من الزفت او ترقيع ما يخالف. الله يبارك فيك يا عائشه غزال، تعالينا للتجار الاولى وانا معروف، قولي لهم ابراعدي دلوت علي. يوصل صوتك اليوم ان شاء الله مناشدتك توصل من خلال حلقتنا. طبعا هذا السعي لاجل تطور الكثير من المناطق في بلدنا، يعني هذا المواطن دا يتحدث انه دا يسعى من اجل ترقيع شوارع بهذه المنطقه. هذا أمر يعني إيجابي جدا، ونتمنى فعلا أنه تتم تلبية هذه المناشدة إن شاء الله. وأنا أيضا كاظم من الديوانية. يا أهلا ومرحبا بك أخ كاظم، تحياتي ألف لوجودكم شخصيا. الله يحفظك، أهلا وسهلا بك. زولك ما خات كبار ويطون فلوسي وظلوا المقاولين ولعبون بكيف وكل زين تعرفونهم أنتم الإعلاميين. نعم الله وكيلك يطون فلوس ويلعبون بكيف والمقاولات يشترونها من شرى. وانت شفت هذا الحريق مال المستشفى الديوانيه. مال المستشفى الديوانيه قلنا هاي انقاذ مال المقاولين. انقاذ مال المقاولين واحترقت وشفت صار في مستشفى الاطفال في الديوانيه. طيب ماكو رقابه، ماكو مسؤولين، ماكو قانون رقابة. يحاسب. ماكو رقابه، يطول فلوس كل رقابه ماكو. واحنا حاليا عمي هم قلنا لكم على هذا والله العظيم طلع هذا الموظف بالمزارات طلع هو فاسد هذا الموظف بالمزارات ماخذ له 50 انتقموا من عنده انتقام شاقوا هم انتم فاسدين وكان ما خلوا له غدا راحوا انتقموا من عنده قالوا شفنا اخذ فلوس من جرب المشهود وانه 50,000 وماخذ اخذوها من عنده ونهوا خدماته الفقير اذا يحصي حتى يصير عبرا للاخرين اكبر واحد ما يقدر وين المقاولين واللي جت الاسرات اكبر واحد اجره يعطون فلوس ويعطون فلوس يلعبون لعب كيف وبلد هو تايه تيجي الاحزاب. نعم والله العظيم اذا ما توقف الاحزاب مستحيل يرجع العراق. وهاي الانتخابات كذب كله كذب في كذب 20 عام صار يلعبون على الفقير ومدمرين الفقير دمار مدمرينه. والله العظيم اذا ما رجعون الملك ورجعون الملكيه ويوقفون الاحزاب ما يصير عراق وما يصير دوله 20 عام لا نهار دجة ولا فرات ولا زراعة ولا صناعة. ايش منتظرين بعد؟ والدول اللي بهم امريكا تسوي لكم دولة، انتم اعلاميين امريكا تسوي دولة تنقص النفط. لا طبعا نقص انت لا طبعا النفط ذاك اليوم البلد حتى ترفع السعر اكيد ابن البلد هو من يصنع هذا البلد. والله العظيم حتى الانتخابات فاشلة اذا ما توخر الاحزاب كلها. وتحياتي شكرا جزيلا اخ كاظم، يوصل صوتك وهذه الالام والجروح اللي موجوده بداخلك اكيد يعني تعبير كان جدا يعني من عمق القلب حتى توصل هذا الصوت. ان شاء الله يوصل الصوت واحنا وصلنا صوتك ايضا للمسؤول، بعد تبقى المسؤول هو ضميره اذا يشتغل او لا. ويانا ايضا اتصال اخر، رجاء. سلام من الموصل. يا اهلا سلام وسهلا عليك. اهلا وسهلا بك اخت رجاء. رجاء بالنسبه سبق وان طرحت هذا الموضوع. نعم. بالنسبه للمتقاعدين. نعم. ليوزعوا لهم اراضي الذي يعني تقاعدوا من 2005 فما فوق وفما دون ما يحق ان يستلم قطعه ارض ولا يقدم المعامله. ليش؟ نعم. يعني هذه ليش الذي يعني 2000 قبل 2005 مو نفس الذي يعني في هذا الوقت 2005 فما دون يعني يحق له ان يستلم ارض
مثل ما يستلم 2005 ما فما فوق. ليش؟ نعم. ليش هذا؟ يعني هناك تمييز، يعني أنت دا تشوف إن هناك تمييز وهناك تفرقة بهذا القرار. احنا اليوم نوصل صوت، يعني هذه الملاحظه موجوده عندنا، وراح تكون اكو حلقه خاصه بهذا الموضوع، يعني من اجل ان نتواصل مع مسؤول بوزاره بالبلديات ونشوف شنو المستجدات ورايهم بهذا الامر. اي الله يستر عليك، لانه يعني حالنا حال، نحن ايضا أكيد. خدمنا الدوله، من حق المواطن ان يمتلك ارض بهذا البلد، من حقه. ما تمام، ليش الذي 2005 هذا الحد، يعني مقرر هذا الحد؟ نعم. فما دون لا ما موجود، انه ما يحق له ان يستلم قطعه ارض لانه اقل من 2005. واني اشكر قناه الفلوجه الذي احبها يعني من صميم قلبي والله. شكرا لك، شكرا لك. اللهم صل على محمد، ودائما انتم تنقلون المعاناه اللي يعانوها الناس الى ان شاء الله. هذا واجبنا. والله يبارك بكم ويحفظك انت. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا الله. هذا واجبنا، اكيد واجبنا انه نوصل كل المعاناه والمشاكل اللي يعانيها المواطن. بالتالي دائما نقول بعد يبقى الموضوع يم المسؤول، احنا نطرح هذه المشاكل ونوصل الصوت، بس يبقى المسؤول اذا كان يمتلك الضمير والمهنيه العاليه والاخلاق راح ينفذ هذه المناشدات وراح يلبي طلبات المواطن، واذا كان ما يمتلكها بعد يعني هو وضميره. طبعا يعني اليوم عندنا تفاصيل كثيرة عن المشاريع الوهمية وأسباب فشل هذه المشاريع، يعني الكثير من الأسباب اللي لو نتحدث عنها ربما نحتاج وقت كثير جدا، يعني سوء التخطيط والإدارة، التفاصيل الإدارية والمالية اللي ربما لو تمت بإدارات صحيحة لنجحت هذه المشاريع الكثير منها المتلكئة. ودائما عندنا مشكلة بالوقت، الموضوع الزمني، الوقت بإنجاز هذه المشاريع. لماذا لا توضع خطط ل يعني وضع وقت معين لتكملة هذه المشاريع؟ لماذا تتلكأ هذه المشاريع؟ هذا السؤال موجه طبعا للمسؤول. يعني هناك بعض التصريحات ربما تكون مضحكة، ان والله هناك سوء تواصل بين بعض الشركات بسبب شركات أجنبية يصعب التواصل معهم. طيب من هذا الخريجين اللي عندنا الأعداد الهائلة من اللي يحجون كل اللغات، ليش من استفاد من هؤلاء؟ معقولة لأن هو أجنبي ويمتلك غير لغة ما نقدر نتفاهم وياه ونوصل لحل على وضع الخطط لهذه المشاريع أو تنفيذها؟ يعني معقولة هل هذا سبب؟ هاي حسب تصريحات طبعا بعض الكثير من الأشخاص اللي تحدثوا عن هذه المشاريع بسبب سوء التواصل مع هذه الشركات. أيضا ضعف المتابعة المستمرة للمشاريع، يوضعون حجر الأساس ويتركون المشروع خلاص. يعني هنا يعني لازم أن تكون هناك رقابات، ضعف الرقابة للأسف، غياب المتابعة من المؤسسات الحكومية لهذه المشاريع، بالإضافة إلى يعني عدم الإشراف ويعني على تنفيذ هذه المشاريع بشكل مستمر أو بشكل يعني حسب تنفيذ المشروع كم يحتاج من الوقت. طبعا أيضا يعني لا توجد لدينا مراكز فنية للمقاولين أو فنية أو مالية للمقاولين. يعني هنا المقاولين أحيانا يشتكون من توزيع المبالغ للعمال وكيفية توزيعها وتنظيم هذا الموضوع. أيضا هذه من الأمور اللي ممكن تسبب عائق في تنفيذ المشاريع. كذلك العقبات اللي تواجه، اللي دائما نتحدث عنها، الروتين والبيروقراطية اللي تسبب عرقلة للكثير من الأشخاص اللي المفروض يسعون في إنجاز هذه المشاريع. طبعا اللي من ضمنها هي الاستثمار بالكثير من المشاريع اللي ممكن يهربون يعني أكيد خارج البلد بسبب بعض التعقيدات بإجراء المعاملات بهذا الأمر. طبعا يعني أيضا يعني للأسف غياب المسؤولين والفساد في قطاعات الدولة المستشري في الكثير من القطاعات اللي أدي بتعرقل هذه المشاريع، وعوامل متعددة أكيد. يعني أيضا
يعني احنا لو نذكر مثل بسيط على مشروع ضخم المفروض يوظف الكثير من يعني يحل جزء ولو بسيط من البطالة، وهو مشروع ضخم جدا ممكن يؤمن العراق اقتصاديا يعني جدا إيجابية، لكن للأسف لم يتم تكملة هذا المشروع إلى الآن. مشروع طبعا اللي هو خاص بالموانئ بالبصرة، تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع سنة 2010، للأسف يعني قدرت المبلغ لتنفيذ هذا المشروع 4 مليار يورو، وأيضا يعني تقدر الطاقة الاستيعابية 99 مليون طن سنويا، وهذا يشكل دخل مالي قدره 70 مليارات دولار طبعا يعني هذا سنويا. توفر فرص عمل 50,000 فرصة عمل، 50,000 فرصة عمل لأي شخص اليوم ممكن عن طريق هذه الموانئ للأسف يعني ممكن المفروض يستثمر وتستفاد من هذه الطاقات الشبابية اللي عندنا. كثير من الناس اليوم تنتظر لفرصة عمل ولو واحدة للأسف. المفروض هذا المشروع طبعا يتضمن مدينة ساحلية تحتوي على يعني وحدات سكنية تقريبا 90 وحدة سكنية، أيضا محطات كهربائية عملاقة، يعني محطات كهربائية من الممكن أن نستفاد منها بالكثير من القطاعات في البصرة وفي حتى في عموم العراق. أيضا هناك معامل بتروكيماويات، مصانع متعددة الخدمات ومطار لشحن السلع، كذلك الكثير من الخدمات المفروض يقدمها وأرصفة تجارية ونفطية وغيرها. طبعا يعني هو يعتبر من أكبر الموانئ اللي تربط الشرق بأوروبا. يعني للأسف الفشل بإجراء أو تكملة هذا المشروع حسب ما تمت التصريحات أنه تم انتحار الشخص أو المدير بالشركة الكورية، الشركة الكورية المسمى ببارك هوبا. للأسف وجد هذا المدير منتحرا حسب تصريحات الكثير، أنه للأسف هناك أسباب ابتزاز وتهديد، لذلك الشركة إلى الآن يعني تتابع التحقيقات، وللأسف لم يتم تنفيذ هذا المشروع لأنه إلى الآن هي وقفت كل التفاصيل الخاصة بتكملة المشروع. يعني هذا المشروع لو تم يعني رح يتم حلول كثيرة، هذه واحدة من المشاريع اللي المتلكئة في البلد. هناك 7,000 أو أكثر من 7,000 تصل إلى 8,000 مشروع متلكئ في البلد. احنا ننتظر الآن من الحكومة الحالية إنجاز هذه المشاريع. نتمنى أن يتم إيصال كل المناشدات والمسؤولين اليوم تابعونا بهذه الحلقة، ونتمنى أن تتم هناك مشاريع جديدة لتقدم العراق أكثر. انتظروني بحلقة جديدة من برنامج استوديو الناس. إلى اللقاء.